السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الصحة والجمال. بنحييكم ونحيي المشاهدين المتابعين مبادرة افتخر بمهنتك، المثل والقدوة للشباب لجميع المهن الحرفية والمهنية والتجميلية والطبية. النهاردة فقرتنا مميزة وحلقة مميزة بموسم جديد، بعد ما يقارب 12 حلقة نبتدي الموسم الجديد، الموسم الثاني بشكل جديد. وبرحب بالإعلامية الجميلة رشا المصري اللي انضمامها للبرنامج منورانا. أهلا بك يا عماد وأهلا بالسادة المشاهدين. هكون موجودة معاكم النهاردة، أقدم لكم فقرة مميزة جدا هنتكلم فيها عن كل عمليات التجميل والليزر، وهيكون معانا النهاردة ضيف مميز وحلقة مميزة هنتكلم فيها باستفاضة عن كل ما يخص الرجل والمرأة في عمليات التجميل والليزر. هيكون معانا النهاردة الأستاذ الدكتور موريس فكري، أستاذ واستشاري جراحات التجميل والليزر وأستاذ ورئيس قسم التجميل بالمستشفيات التعليمية وعضو الجمعية العامة الدولية للتجميل. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم، نورتنا في الاستوديو النهاردة. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. بداية احنا في مبادرة اسمها افتخر بمهنتك، ايه رأيك في المبادرة وحضرتك مثل القدوة لشباب مهنة الطب؟ طبيب وافتخر، اتفضل، ايه رأيك في المبادرة منورنا طبعا يعني قناه الصحه والجمال. المبادره جميله جدا، والمبادره في مهنه الطب ككل مهنه من اهم المهن، على اساس هي بتتعامل مع النفس البشريه. تاني افتخار ليا ان جراحه التجميل زي ما الناس ما فاكره ان جراحه التجميل بيخص التجميل فقط، انما بيخص فروع تانيه مهمه جدا زي فرع الحروق. ان احنا بنعالج الحروق والمشاكل بتاعه الحروق بالدرجات المختلفه بتاعتها، بنعالج الإصابات والحوادث اللي هي بتنتج عنها فقدان بالجلد والأنسجة، إن إحنا بنعيد بناء الأنسجة بإن إحنا بنحط ترقيع جلدي أو أنسجة تعوض الأنسجة اللي فقدت أثناء الحوادث والإصابات. تاني شق بالنسبة للعيوب الخلقية للأطفال، الشفة الأرنبية ومشاكل اللي بتحدث للعيوب الخلقية مثل الأصابع، التصاق الصوابع أو في مجرى البول والأعضاء التناسلية للأطفال. طبعا فخر لمصر وشبابها والكوادر اللي موجوده فيها. من 10 سنين تقريبا او ما يقارب العمليات دي ما كانتش موجوده متاحه في مصر. دلوقتي الحمد لله بقى ايدي مصريه وبشخصك الكريم في مبادره افتخر بمهنتك كمجال الطبي موجود دلوقتي على ارض الواقع، وان شاء الله هنشوف الصور والحالات اللي موجوده معانا. ده يدل على ان احنا يعني في الحمد لله رب العالمين مصر مليئه بالكوادر في كل المجالات. طبعا ومجال التجميل يعني بيبقى يعني اي مريض واي حد دلوقتي بالنواحي الاقتصاديه بتبقى قليله غير ما الناس فاكره. يعني التجميل كان مقصور على ناس معينه او فئه معينه اتعاملوا دلوقتي في بعض المستشفيات التعليميه والمستشفيات العامه بتجرى هذه جراحات التجميل. وزي ما ذكرت جراحات التجميل بتبقى مهمه لبعض اختيار حضرتك للمجال التجميل التخصص ده يعني. اختياري للتجميل لان زي ما قلت لحضرتك التجميل بيخص فروع كتيره جدا، من اهم الفروع اللي احنا هنا عليها الحروق والاصابات، ان احنا بنعوض اجزاء فقدت، ان احنا بنحط ترقيع جلدي او شرائح جلديه او اي حاجه من هذا المثيل. ان احنا بيبقى مشكله مثلا في مريض اصيب مثلا في حوادث فبيبقى فقد جزء معين. هيتعرض بعض الصور نشرح عليها هنشرح على كل الحاجات اللي انا جايبها معايا. طب عايزين نكلمك بقى النهارده، اتكلمنا حضرتك وتكلم الساده المشاهدين في الجديد في عمليه التجميل واحدث التقنيه الموجوده في التجميل والليزر. الجديد كل يوم في جديد في جراحات التجميل بالتقنيات الحديثه والتطوير الاجهزه والتقنيات، وكل يوم يعني الكلام اللي هتكلم النهارده من سنه ما كناش بنتكلم نتيجه تبادل خبرات وحضور المؤتمرات العلميه. في جديد في كل جزء من جراحات التجميل. فبنتكلم مثلا في جراحات الترميم والاصلاح، ان هي بنعيد فقدان الجلد والانسجه اللي هي نتيجه اصابات حوادث، او الحاجات التجميليه بتبقى مثلا عدم تماثل منطقه لمنطقه اخرى، في مشكله معينه عند اي واحده، ان احنا بنقدر ان احنا بنعيد. الفيديو اللي على الشاشه ده ممكن يعني تشرح لنا اكتر؟ طبعا حضرتك بتعمل ايه هنا كده؟ الفيديو دوت ده بيبين فيه اثار لحبوب الشباب، فبتبقى عامله مشاكل في الخد والوش، فبتبقى المستعمل الليزر ده اسمه فراكشن ليزر. الليزر دوت بيحسن
الاثار الحبوب الشباب اللي بتبقى ممكن تعمل مشكله نفسيه عند المريضه فعلا. فبكم جلسه بترجع لطبيعتها باستعمال جلسات الليزر اللي هو الفراكشن ليزر كربون دوكسيد بدون حقن يا دكتور. دي طريقه تانية غير في حقن وفي حاجات تانية بس الليزر بيحسن، وزي ما احنا شايفين مجرد كريم مخدر موضعي، المريضه ما بتتألمش من الليزر زي ما احنا شايفين. وفي نفس الوقت بيجيب نتائج كويسه جدا وبيحسن المشاكل. طيب وعدد الجلسات يا دكتور بتتحدد على حسب الحاله ولا على حسب الحاله والدرجه اللي هي فيها واستجابه الانسجه؟ يعني تمام. عدد الجلسات مش محدد، دي حسب استجابه على حسب الحاله. على حسب الحاله والدرجه اللي هي فيها. بتتراوح مثلا ما بين ايه مثلا؟ يعني تقريبا من 3 جلسات ل6 جلسات على حسب الدرجه اللي احنا فيها. والمتابعه واستعمال التعليمات الطبيب بيقول عليها. والنتيجه بتظهر بعد كل جلسه؟ بتظهر نتيجه اكتر من بتبقى اللقاء. كل جلسه طبعا ما بنعملش الجلسه الا الثانيه الا لما نشوف نتائج الجلسه الاولانيه ونشوف الدرجه. هنشوف دلوقتي يا دكتور الحقن ده عباره عن ايه؟ يعني هيتعرض دلوقتي على الشاشه. وضح لنا اكتر. طبعا معاك الشمعه حضرتك ايات الشاشه. ده حقن البلازما او البي ار بي او الصفائح الدمويه الغنيه بالخلايا الجذعيه. دي برضو الحاله دي فيها اثار حبوب شباب ومشاكل في البشره. فالصفائح الدمويه الغنيه بالخلايا الجذعيه بنحقنها قبلها، بنحط مخدر موضعي كريم او اي منتج لتخدير المنطقه اللي احنا هنحط فيها الصفائح الدمويه زي ما احنا شايفين. وبتجيب نتائج كويسه جدا في نضاره البشره وفي معالجه اثار حبوب الشباب وبرضه في اثار الجروح والحروق بهذه التقنيه. وساعات بنستعمل تقنيه برضه الديرما رول اللي هي بتساعد برضو على تحفيز الكولاجين في هذا المجال. الفرق بين البوتكس والفلاير والبلازما ايه التلات؟ هو سؤال كويس جدا، مهم جدا، لان في ناس بيتخلط معاهم البوتوكس او الفيلر او البلازما المسميات. والبوتوكس ده عباره عن ماده، الماده دي بتعمل انبساط للعضلات فبتريح الكرمشه او زي ما بنقول في المنطقه اللي هي العليا من الجبهه ال 111 زي ما بنقول عليها، فبتريح العضله فبتريح، بتبقى شكل الشخص بدل ما هو مكشر. طب بالنسبه لشفط الدهون اللي بيبقى في الوجه بيتم ازاي؟ شفط الدهون اللي بيتم في الوجه ان احنا بناخد الدهون من عمليه شفط الدهون وبنعالجها بطريقه معينه، ها، وفي نفس الوقت ان بناخد الدهون دي بالخلايا الجذعيه بتاعتها بدرجات تقنيه حديثه، ان احنا بيبقى جزيئات صغيره جدا زي ما احنا شايفين كده على الشاشه. طبعا زي ما احنا شايفين دي يعني الصوره دي بتبين ان في عندنا كميه دهون موجوده في البطن والجنبين، ان احنا ممكن نتخلص من هذه الدهون. وفي نفس الوقت ان احنا الدهون دي بنستعملها في مكان تاني، ان احنا بنزرع بنحطها مثلا او في منطقه زي الوجه في تجميل جزء معين. يعني ممكن احنا ناخدها ونحقنها في مكان تاني بنسميها تنسيق قوام. تنسيق قوام النحت تنسيق القوام. طب عايزين في عندنا مشكله بقى بتواجه الكثير يعني من السيدات، الانف. الانف بتبقى مشكله عند السيدات بالذات. عايزين نتكلم عن تجميل الانف باستفاضه. هو تجميل الانف مهم جدا. ليه؟ لان الانف دي المرآه بتاعت اي واحده او واحد. المرآه يعني الانف دي هي اي حد، ما بشوف اي حد الوجه طبعا المرآه للشخص ككل، والانف هي المرآه بتاعت الوجه. فتجميل الانف مهم جدا. تمام. هي طبعا تجميل الانف في دفوهات معينه بتبقى في الانف على حسب الدرجه اللي احنا فيها، في زي بروز في الانف او بيبقى في اعوجاج في عظمه الانف او الحاجز الانفي. بتتم هذه العمليات كل يوم، في جديد في هذه عمليات تجميل الانف، لدرجه ان احنا في بعض الحالات بنعملها بمخدر موضعي او بنج موضعي، او في حاجه اسمها تجميل الانف بدون جراحه، ان احنا لو في دفعات بسيطه ان احنا نقدر ان بحقن الفيلر او الدهون او بعض الخيوط ان احنا نقدر نوصل لدرجه كويسه وما نعملش اي عمليات جراحيه، لان في بعض الناس بيخافوا ببعض العمليات الجراحيه. فممكن نسمع كتير عن التكلفه الباهظه، فانا عايز طبعا عن طريق حضرتك وتخصصك واشتراكك في مبادره تفتخر ببنتك ضد الغلاء وجشع التجار في كل المجالات، ففي المجال الطبي انت يعني بتقول للعملاء بتوعك ورقم الشاشه طبعا والعنوان موجود على الشاشه يتواصلوا معاك ان في طبعا تخفيض او في تواصل. بنسمع ارقام كتير فاحنا عايزين نطمن برضو ان عملاء بتوعك. لا، احنا الكشف بتاعنا اقتصادي، وفي نفس الوقت احنا اي حد هيجي تبع المبادره هيبقى فيه خصم 25% على قيمه الكشف و25% على الجلسات الليزر و30% على عمليات الجراحيه. ما شاء الله. اهم حاجه بقى يا دكتور، اهم حاجه المجال تصفيف الشعر شباب وبنات،
موضوع الشبكات الفرنسيه وزراعه الشعر باستفاضه بسيطه. تمام. بالنسبه لزراعه الشعر، زراعه الشعر يعني برضو في جديد في زراعه الشعر وفي تقنيات كويسه، ودلوقتي احنا بتقنيه الاف يو اي اللي هي منطقه اللي احنا بناخد الشعرايه بالاقتطاف وبنزرعها في مكان تاني عشان لو في منطقه الشعر فيها قليل فيها او ده في الشغل الطبيعي الطبي غير الشبكات الفرنسيه اللي هي بتتعمل بلازق واللي هي لها لا دي شغل حاجه صناعيه طبعا. لا صناعيه لا دي صناعيه، احنا بنتكلم على الشعر الطبيعي. ما هو ده اللي انا بوصله للناس. الناحيه التجميليه عشان ما يبقاش في اي مشاكل فيها، احنا بنتكلم على الشعر الطبيعي الحاجه الطبيه اللي احنا بنعملها. الحاجات دي التانية الصناعية ده مش المجال بتاعنا، ان احنا بنتكلم على الشعر الطبيعي وزراعته. ولو كان في برضو اثار جروح موجودة مثلا في منطقة ما فيهاش شعر بنحقن فيها. وبنزرع الشعر فيها. لتنظيف البشرة او للشعر لاعداد معايا نزلنا الصورة الموجودة مع حضرتك الصورة على الشاشة. اياد الصورة دي بتبين ان في كان بثور وفي مشاكل في البشرة اتحلت طبعا، اتحلت بكذا حاجه. اتحلت اول حاجه ان احنا بندرس بنشوف البشره دي مشاكلها ايه وبنفحصها. تاني حاجه ان احنا لو في مشاكل اثار حبوب شباب بنعالجها. تاني حاجه ان احنا الليزر، الحقن البلازما البي ار بي، الخلايا الجذعيه بالدهون، كل ديت بتحل مشاكل البشره حسب الدرجه ان الواحده جايه فيها او الواحد اللي جاي فيها. والهالات السوداء بتبقى مشكله كبيره عند السيدات. الهالات السوداء طبعا، الهالات السوداء تحت العينين بتبقى مشكله كبيره جدا. بنشوف المشاكل الاول، وفي نفس الوقت برضو في نصيحه مهمه جدا ان انصح بشرب الميه والسوائل بكثره، يعني اقل كميه حوالي من 2 ل 3 لتر، لان بيبقى يحصل في جفاف في الخلايا، والجفاف في الخلايا ده بيؤدي لموت الخلايا وبيحصل مشاكل في البشره نتيجه هذا الموضوع وبيؤدي الهالات السوداء الموجوده. اتفضلي. طب لما بيجي لك مريض في، طبعا السيدات بيبقى عندها هوس في موضوع التجميل شويه، بتوافق على اي طلب بتطلبه ان كان رجل او سيده؟ احنا الاول بندرس وبنشوف الاول اللي هي عايزه الشخصية. ايه شخصيه، بتدرس الشخصيه نفسيا. بنشوف هي عايزه ايه بالظبط، وبنشوف المقاييس اللي هي بتقول عليها، يعني مثلا تجميل الانف عايزه تعمل حاجه في الانف، بنشوف الانف بتاعتها فعلا محتاجه للي هي بتقوله عليه ولا لا. مش كل المريض او الواحده بتقول على حاجه احنا بننفذها في نطاق الشق المقاييس التجميليه. لو في دفوهات موجوده، في اعوجاج، في مشاكل بنعملها، لكن ما كانش في مشكله لا ما بنعملهاش، لان في حاجه اسمها سايكوسوماتيك. يعني ساعات الواحد بيبقى عنده تعب نفسي او مرض نفسي هوس، بيبقى ممكن عايز يعمل اي حاجه، فده مش صح ان انا اسمع كلامه واعمل له حاجه انا مش حاجه ترضيه. لكن انا بحوله لدكتور طب نفسي ان هو بيدرس حالته، وبعد كده بيرجع لي لو في مشكله فعلا حقيقيه احنا بنعالجها. نتمنى ان شاء الله يكون مع بعض مع حضرتك ان شاء الله فقرات كتير النهارده، يعني الوقت يعني لا يسمح لقامه وقيمه زي حضرتك. رساله اخيره تحب تقولها للمشاهدين والعملاء بتوعك؟ اتفضل. اقول لهم بالنسبه لتخصص التجميل في اي مجال في التجميل، لان للاسف الشديد في اطباء كتير دخلوا في هذا التخصص، لازم اعرف الدكتور اللي هيحلو ده فعلا تخصص جراحه تجميل ولا لا، حصل على شهادات علميه. تاني حاجة ان هو بيختار لي المستشفى اللي هي فيها امكانيات فعلا للعملية اللي هنعملها، دكتور التخدير. الحاجات دي لو اتعملت كويس جدا هنقلل المضاعفات والاثار الجانبية اللي احنا بنسمع عنها في مجال جراحة التجميل. تمام. احنا شرفنا بيك، شرفنا بحضرتك، ان شاء الله يعني يكون لنا حلقات تانية مع حضرتك، وده تكريم شرف من المبادرة. حاجة بسيطة، بص اتفضل كده للمشاهدين. أنا اتشرفت بيكم وأفتخر إن أنا أكون طبيب وفي تخصص جراحة التجميل. استنونا فاصل ونرجع لكم. مع السلامة.